اهلا بيكم، معاكم عمار عادل في اول حلقه من سلسله ظبط نطقك، اللي هنتكلم فيها على اهم الاخطاء الشائعه اللي بتحصل في النطق وانت بتتكلم انجليش، او الكلمات اللي معظم الناس تتلخبط فيها. وعشان طبعا احنا عارفين الناس بتتفاجئ وبتشك وكده، فاحنا ان شاء الله هيكون معانا في كل حلقه صوره من النطق بتاع قاموس اكسفورد، او اللي بنسميه فوناتيك سيمبلز او رموز يعني بتاعه النطق. يعني لو حد حابب يتأكد برضو ممكن يخش على القاموس ويسمع النطق. اوكي طيب، اول كلمة معانا يعني من الكلمات الناس كده بتتلخبط فيها هي كلمة conversation اللي هي معناها محادثة، بتنطق conversation مش conversation. لا اوكي، وسواء كانت بريطاني او امريكي، يعني هتلاقوا هنا عندنا اللي بالازرق ده النطق البريطاني او البريتش، فهتلاقي conversation. اما بالامريكي بيقولوا conversation، فالاثنين مفهومش conversation عشان ده مصري. تمام طيب، لكن كلمة translation او translation الاثنين صح، يعني لقى هنا النطق البريطاني ليه اثنين translation، والامريكي نفس الفكرة translation. اوكي فكلمة translation او translation الاثنين صح. طيب الاخطاء برضه ناس كده جدا بتغلط فيها، وناس يعني كويسه جدا في اللغه بس ما بتاخدش بالها من الغلطه دي، هي كلمه basic. لا وبيزيكلي، لا هي basic وبيزيكلي. فلقينا ان البريتش بينطقوها basic، وبرضه الامريكان بينطقوها basic، مفيش basic عشان ده نطق مصري. اوكي جميل. برضه الكلمه دي انا حاسس ناس كتير جدا بتغلط فيها، حتى يعني مدرسين والله بيغلطوا فيها. الكلمة دي يا جماعة كلمة schedule، يعني بلاش schedule وحاجات، بسمع حاجات غريبة. هي ليها أكتر من نطق، يعني حتى البريتش بينطقوها schedule. أوكي الأمريكان بيقولوا schedule. أوكي لكن مفيش بقى schedule وschedule والحاجات دي. أوكي جميل. سلام، حلقة جديدة من سلسلة ظبط نطقك، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب من تحت من هنا.